فترة حلوة مع بعض، نار عليها بالتفاؤل بالمحبة، نار بتتويج وتكريم ملكات أوساخ. اليوم احنا عندنا الفخر ان نستضيف ملكات أوساخ وشركة أوساخ في سخنين. سخنين بلد المحبة والتآخي، سخنين عروس الجليل اللي دائما معروف عنها انها بتكرم وبتحيي وتحتوي جميع المجتمع العربي بدون تفريق. بالماضي لقنونا ان وراء كل رجل عظيم امرأة، وانا اخترت ان افتتح هذا الحفل اليوم بهذه الاجواء الاحتفالية الميلادية مع بداية السنة الجديدة، وكل عام والجميع بألف خير. أنه لا يهم من كان وراء كل رجل أو معه أو بجانبه، ولكني أؤكد لكم اليوم أن وراء كل امرأة عظيمة هي نفسها وذاتها وقدراتها وإيمانها بذاتها، ومن ثم باقي العوامل إذا وجدت. أرحب ونرحب معا بامرأة مثابرة وفعالة ومتحدية، ابتسامتها وطموحها وإصرارها هما سر نجاحها. أخصائية تغذية متزوجة من السيد مراد ولديها ولدان وبنت، حاصلة على شهادة البكالوريوس في علوم الصحة والتغذية وشهادة في إدارة الأعمال، فعالة اجتماعية جدا، مؤسسة ورئيسة شركة دوسات العالمية، هي الناشر ورئيس تحرير مجلة دوسات، المجلة العربية الأولى للتغذية ونمط الحياة الصحي، تهدف لتعليم التغذية الصحيحة وتغيير السلوكيات لنمط حياة أكثر صحي. اخترعت دوسات. وما هي دوسات؟ دوسات هي طريقة فورية لحساب الوجبات الغذائية المتخصصة في الأكل العربي. الدوسات إلى كل بيت وتخطت الحدود وحلت ضيفا إلى قلوبنا وعقولنا وزينت الموائد وأذهلت العقول وبينت الفوائد، لتطبقها الملكات فينعمن بالصحة وإنقاص الوزن الزائد. إنهن ملكات سخنين، حياكن الله يا هالمليحات، ليتم تتويجكن اليوم على عرش الصحة والأنيقات، وتحتفن بكل حب. ارفعوا شعار دوسات من سخنين إلى كل البلدات، وتعلينا الصوت، نحن ملكات اليوم وكل يوم، وسنخط في كتاب دوسات من النجاح بطاقة، فمن كنا من خسرت نصف وزنها، ومن كنا من استعادت صحتها والوجه زاد إشراقة. اشتركتن في مجموعات دوسات وكنتن على الصحة محافظات، فأتقنتن الغذاء الصحي والحسابات، فكانت اللقمة موزونة وبالصحة والحيوية مضمونة. تشرفت دوسات باستضافتكن إلى الآلاف من قصص النجاح، لتطفين على حديقة دوسات ورودا مزهرة، ولينطوي هذا العام وإنجازات المزدهرة مع ملكات سخنين وبكل مفخرة. وكما يعلم الجميع فإن أصداء دوسات وصلت إلى كل الأرجاء، فقد تعدد البقاع وذاع صيتنا ليخرق الأردن ولندن والبحرين دبي والسعودية ليعانق العليا. وما اكتفينا بتميزنا بتخصيص الوزن والأكلات المحسوبة الصحية، بل كنا أكثر تميزا ليتحقق التكامل الجسدي والصحي والنفسي، فكنا روادا للتنمية البشرية وطبقناها ضمن مجموعات مع مدربات في التغذية وأخصائيات التنمية البشرية، وهذا سر من أسرار النجاح. فعملنا كعائلة أخوية، ليس هذا فحسب، بل كان للأطفال بيننا في مجموعات دوسات حضور، وكان نزولهم في الوزن قد أذهل الأم والأب، وتحدثت عنه المجلات والصحف وتصدر الأخبار والسطور، وكان للأطفال عندنا قيمة وأهمية
كيف لا وهم بناة المستقبل وبأيديهم شعلة العلم والحرية. فلعبنا مع أطفالنا وأعددنا لهم منهجا تغذويا سيكولوجية الطفولة الصحيحة بالشكل الصحيح ليخرج بين أيدينا أطفال شخصيات ذكية مثل الملك هاروم والأميرة سعاد وهي أميرة الصحة. هذه الفعالية اللامنهجية فكنا للأطفال سفراء. فيا ملكات سخنين لكنا مني كل الحب والحنين على ما أنجزتن ومن دوسات وعائلتها ومجموعتها نقف وقفة إجلال وإكبار ومزيدا من الجد والإصرار لننعم بالصحة ولا نحتار ونشق طريق الملكات ونعلم أن دوسات هي الخيار الأمثل وهي عين القرار. فكل من أكل كل من أكل بيتك ولا تحتار إن ضمن مجموعات دوسات تنعم بيتك بالأنوار وتزهر في عقلك الصحة والتغذية السليمة. اليوم الحمد لله إحنا نجوم في سماء العالمية سرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في كل يوم بمر بشكر رب العالمين. النجاح له ثمن غالي ولازم تعرفوا إنه الثمن اللي دفعته وما زلت بدفعه غالي جدا. وبالذات وجود ناس قد ملأهم الحسد والحقد وربما الغيرة فيبدأ هؤلاء بمحاربتك والتقليل من نجاحاتك. وما في سبب لذلك إلا لإنجازاتك الواضحة والتي تشرق في كل مكان لتضيء وتكشف عن قدرات عالية وهبك الله بها وأحسنت استغلالها وإبهارها بشكل يثير حفيظة بعض المعادن للتميز. ودائما في عراقيل وصعاب بس بحب أحكي إنه إحنا أعمق من أن ننطفئ. إحنا نجوم سرمدية الضياء وبكل فخر عاش الصحة والتغذية علينا وكانت دوسات في المقدمة. من فلسطين انطلقنا وإلى الأردن ولندن والبحرين والشارقة وحتى السعودية وصلنا وفي أمريكا وهولندا في الأونلاين كنا. كان نظامنا زائر في كل بيت حتى من أهل البيت أصبحنا. حميتك من أهل بيتك هو شعارنا وقد اعتمدنا من قدر الصغير والكبير. والحمد لله بفضل رب العالمين كل فخر بك يا فلسطينية ويا ربة البيت العربية وبكل بيت جعل من دوسات نظام حياته. قصتنا بدأت في شتاء 2003 حيث السماء انهمرت قطرة مغلفة بالصحة على أرض عطشة منهمرة. فحل ربيع الصحة في كل بيت وأورقت دوسات كحديقة يانعة مثمرة وأشرقت شمس دوسات بمجموعات نيرة. على النظام الصحي اللي عم توزعوه وتنشروه برسالة كثير لطيفة وبرسالة كثير محبة في مجتمعنا العربي وفي سخنين طبعا. الرسالة بتخيل فيها أكثر من عامل واحد مش بس العامل الصحي. أنا شفت إستا من الشرح اللي استوفيته العامل الوطني اللي هو إحنا نحافظ على أكلنا العربي الأصلي التراثي اللي موجود في عنا في بيوتنا وفيش حاجة نروح ولا أي محل بالربة. فالرسالة كانت صحية ووطنية بشكركم جدا عليها. شرفتونا جدا في سخنين صبايا ملكات دوسات. بقولكم ملكات وقصص نجاح كل واحدة فيكم أكيد قصة نجاح لنفسها لعائلتها لمجتمعنا دورها على أكمل وجه. ونتحدث عن أهم أعمدة المجتمع. فالمرأة هي نصف المجتمع ولكنها تلد وتربي النصف الآخر. شعور حقيقي بالفخر وأنا أمام حضرتكم اليوم أحمل نيابة عن إدارة شركة دوسات رسائل من التقدير والإعزاز. حقا فخامة النساء لكم مكان عظيم. فعن نفسي لا أملك سوى أن أقول لكم ولرئيسة الشركة ماس وتد لي شرفا عظيما لما أنا عليه اليوم. فوجودي داخل المجموعة وبينكم زادني انتماء وتعلقا برقي. فالصوت التي تميزت بنشاط أليسكا وثقة سحر بأن لا مستحيل بعد دوسات. ومن بين أسوار عكا ظهرت إرادة جنان إصرار عرين طوقات رولا واستمرار سنة.
فعن الجيش هناك تفاؤل شيرين الذي لا نهاية له. فقد ضربت أروع الأمثلة في تاريخ دوساتنا العظيم. كل عام وكل سيدات دوسات بخير، كل عام وأنت آمنة مطمئنة قوية صامدة ومثابرة. أول إشي بدي أحكي عن إيش بتعني الماس بالوسط العربي، بما إني باحثة الدراسات الجندرية النسوية، فدائماً إحنا بنبحث عن قصص نجاح نسوية، وإنت تحولت الدوسات والمشروع هذا كله لبراند، لمنتج، لعلامة تجارية نفخر بها بالوسط العربي على صعيد كل الدول. وهذا الإشي أنا بفكر إنه مهم جداً تتواجد مش بس بدوسات، بأي مؤسسة اللي فيها نساء وصغار وصغار عشان يتعلم منها. هذا الإشي في رغبة في التغيير وفي إرادة. مرات نفشل، مش غلط نفشل، المهم نرجع نقوم من الأول. أحكي عن حالي، أنا أول كنت في قبل 3 سنين كانت وقتها نهى، نزلت 19 كيلو، غيرت، تركت، فكرت حالي خلص وصلت للهدف، تركت، رجعت، طلعت بالوزن، فقررت انه ارجع وننشر النظام تبعت بين مجموعات عكا، ورجعنا مجموعة جديدة، طاقات جديدة، نتأمل نكبر ونكبر وننشر الفكرة مع البقية. طبعاً أنا ممرضة لتأهيل المهني، اشتغلت بسروكا 30 سنة بجيل السبوع، مرضت بالسرطان مرتين مثل ما انتم شايفين، نساء هوايا الحمد لله. كوني ممرضة أنا في عندي دراية وعلم بخصوص الأكل الصحي وإلى آخره، ولكن مرأت نمط حياتي تغير في آخر 2-3 سنين. عالجت أمي في البيت مع مستشفى في داخل البيت 24/24، فنسيت حالي، أهملت حالي، 23 كيلو خلال 2 سنين. توفت الوالدة الله يرحمها وفضيت لحالي، فأنا بصدت مرة أخوي عرفتني على المجموعة الوالدة عن هالأمور، فعلا انضميت، صلي 3 أشهر وزدت 12 كيلو. وأن يجلس معها ليرى مواطن الضعف والركود فينتقدها ويقويها، وأن يضع المرء أهداف طويلة المدى ليصل للنجاح وليتخلص من الركود والجمود، ويبدأ من جديد بكل حيوية ونشاط، متسلحا بالأمل، الإصرار والعزيمة. يعجبني قول أرسطو: نحن ما نقوم به مرارا وتكرارا، التميز ليس عملا ولكنه عادة. دوسات منحتنا التميز كالعادة. من بدايتي كان قلق وتحدي للوصول لشرفي، استمديت القوة من كل مشتركة تألقت بمجموعاتي صدقا، نجحت بتوصيل كل مشتركة إلى هدفها وشغفها القيم. تعددت دوساتنا في مجتمعنا العربي وفي البلدان العربية، دير حنا، سخنين، عيلبون، الناصرة، شعب. إن الطريقة التي تقضي بها وقتك هو ما يعرف حياتك، لذلك فلننضم لدوسات لتشكل حياتنا والقسم الأكبر بحياتنا. كل عام وكل ملكات دوسات بألف خير. يقولون أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فأنا بدأت معي قصة دوسات بانضمامي لمجموعة نسائية. بدأت الانطلاقة بانضمامي لهذه العائلة الدافئة، العائلة الداعمة لكل شخص يبحث عن نمط حياة صحي. بكل فخر واعتزاز بأن أكون جزء من هذه العائلة، ولكل امرأة عربية لبلوغ الهدف، فوصول الهدف عزيزاتي ما هو إلا بمثابة نقطة انطلاق لهدف آخر. هنيئا لكن أيتها الملكات، لا نحقق الأعمال بالأمنيات وإنما بالإرادة نصنع المعجزات، فالسير نحو النجاح رحلة لا نهاية لها. توقفي قليلا عن السير وارجعي ما قطعته في رحلتك وصححي الأخطاء، وانظري للحياة بتفاؤل وسعادة، وأكملي مسيرتك نحو النجاح. العصير ولا الفاكهة؟ لا
مفاجأة كثير، أكيد كثير أفضل لأنه نسبة السكر بتكون أكبر بالعصير، لأنه بتأثيره بتكون أكثر من حبة. يعني كوباية العصير اللي هي القد الصغيرة عبارة عن حبتين أو ثلاثة اللي فوق، بفضل لذلك أنه يكون حبتين فوقين. كمان بالنسبة للألياف الغذائية أكيد هي الألياف الغذائية الموجودة حبة الفواكه رح تكون موجودة، هناك أكيد رح تقل أو رح توحشي لحتى كل احترام على أنا كنت أدخن، ومن يوم ما خففت القهوة أنا خففت بالتدريج، ومثل يوم وقفت الدخان بالمرة فضلاً للمجموعة. أنا صار من 72 قبل ما تخلقوا كل ياتكم أنا أدخن، فأنا بفضل هاي المجموعة بفضل نظامي الغذائي. أهم شيء يكون يلتزموا بالبرنامج، كيف يعني الكميات اللي لازم ياكلوها وكمية المي اللي لازم يشربوها والنوع الأكل اللي لازم ياخدوه والوقت، يلتزموا بالوقت، مش يعني وين ما يجي عبالها الواحد يتوكل. إذا جعت بين الوجبات الخضرة كتير منيحة، أكثر من الخضرة مسموح لك إنك تاكل كل إشي، فيش إشي محرومة منه الواحد مننا، بالعكس يعني تاكل كل إشي بس عقل بتوازن مظبوط. بنصح انهم يعملوا كمان رياضة، الرياضة كتير ساعدتني. انا بعد عملية تغيير ركب تنتين صحت كتير وقررت اني انزل بالوزن ونجحت. مشكلة رائعة. 22 كيلو تحكي تحكي قوي. البرنامج حلو جدا، بنعمل ثقة الحمد لله. يعني أنا مبسوطة إني تعرفت على مجموعة كثير، يعني وصلت لكم زي طاية ولقيت حالي فيها من المركز تاعي الحمد لله. يعني كنت 82 كيلو في بعد، يعني في بعد بتمنى إني أوصل للبداية لسه. يعني أهم شيء يكون عند الإنسان ثقة، صبر، أمل، إنه ما يأسش يعني مهما واجهت صعوبات وهيك. إنه أربع سنين يعني مع ميت، والحمد لله نزلت 64 كيلو لحد تسعة مستمرة. وبنصح كل إنسان وكل بني آدم بحب إنه يمشي على صحة ورياضة وأكل مفيد وصحي وللأولاد وللبيت وللكل، إنه يعمل نظام غذائي. نشم كل شيء. أنا أجيت بعد يأس على ماس على الدراسات، قالوا لي تعالي قلت يلا بجرب مثل أي دييتا مرقت. أنا كتير فتت بدييتا وكتير جربت. لما أجيت لهون أنا ما لقيتش إن أنا محرومة من إشي، ولا لقيت أنا فايتي على إشي حرمان أو إشي برنامج لازم أمشي عليك. قلته أنا باكل كل إشي وبعيش العادي، أنا ماشي برنامج غذائي صحي، باكل كل إشي حتى أولادي ماشيين معي وجوزي، وصرت أنقل لأهلي كمان. رائعة رائعة على الأخر ياكلوا معي. كتير حلو كتير مريح، جسمي صار صحي، كان عندي مشكلة بركبتي وراحت. كان وزني كتير، كنت دايما حالي كنت أبكي كتير. أنا عمري 33 سنة، أنا صار لي 5 سنين بماس. كتير 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 إشي حلو، كتير إشي مريح، فيش إشي محرومين منه، ناكل كل إشي، بعرف أحسب، بعرف الصح من الغلط. أنا رجعت على ماس مع إني أنا مش بحاجة على دوسات، مع إني أنا مش بحاجة، وأنا مش مرقصة، وزني 61 كيلو، بعرف كيف أحافظ على وزني، بس رجعت عشان بدي معلومات. أريج دايما تحكي قلبي معلومات حلوة، وبدي بعد معلومات، وبدي بعد أعرف. وقت ماس وقت فرقة راوية، كنت أجي مع أكبرة على عروبي. سهلة. بعدين لما انفتحوا بالجيش انضميت لمجموعة الجيش. كثير أنا بشجع المجموعة، وكثير يعني أنا نفسيتي يعني كانت غير لما فتت على المجموعة، نفسيتي ارتاحت، حبيت الإشي وبشجع الإشي كثير. عندي كان وجع بركبتي زي ما قالت الصبية، الوجع روح بالمرة مع نزول الوزن. وبنصح كل واحدة يعني حابة تنزل وزنها حتى لو بلاش تنزل كمان، أنا بفضل إني أغامر المجموعة. جوهرة المجتمع، الجوهرة التي تشاع لتنتج جيلا ملهما ناجحا قائدا، أنتن الأساس لكل هذه الحياة. جميعنا بحاجة لمعرفة السر الكامن داخلكن، مؤكد أن السر يكمن مع دوسات.
دوسات برنامج الصحة الكامل والمتكامل، حيث ينقي الجسد ويمنحنا صحة الأبدان والعافية، ويطهر الروح ويمنحها النشاط والأمل. أفتخر بوجود نساء أمثالكن، رائعات، ناجحات، متألقات. بكل حب، احترام وتقدير نقول لكن أهلاً وسهلاً ومرحباً. أنا جيت أقول كلمة باسم طاقم أوبتي نايس وإدارة أوبتي نايس، إنه الأشياء اللي أنتم بتعملوها هي قصص نجاح. اللي في كنت حابب أن أعمل محاضرة، قالوا لي 10 دقائق، بعدها بدأت تنقص زي الوزن، صارت 4 دقائق. فبدي أستغل الفرصة وبدي أحكي لكم عن موضوع اللي هو كثير مهم، بما إنه إحنا نحكي عن نمط حياة صحي وعن تغذية سليمة، إحنا برضو لازم نتطرق لموضوع اللي هو كثير مهم. عادة أنا بستعمل الموضوع بقوله في المحاضرات اللي الناس كثير بالها، فأنا من هاي الناحية معاكن أنا بطمن. بس بدي أستغل الفرصة وإنه أنتوا تكونوا رسل للرسالة اللي أنا بدي أبعثها. موضوع السكري اللي عنا تقريبا في كل دار نقدرش نستغني عنه كل ليلة. موضوع السكري وتأثيراته على القرنية بتفوت من القرنية، بتفوت على العدسة وبتوصل للشبكية. هاي الطبقة حتى في أمراض اللي هي موجودة في العين ممكن إنها تصيب في الشبكية. عادة العلاج بيكون بشكل شبه مستحيل إذا بتكون المشكلة في منطقة القطن في العين، فيش عنا علاج. فالسكري هي نتيجة تراكم مشاكل اللي بتصير مع الإنسان، فإذا الإنسان بصيبه عنا سكري صعب المنعالجة. معين اسمه الآيجارد اللي هو متواجد بشركة أوبتنايز، اللي هو لمرضى السكري اللي بمنع في المرحلة هاي، حتى منقدرش نقول بمنع لأنه الأبحاث ما عملتش على الإنسان، انعملت على الجراد اللي هو أقرب شبكية للإنسان. قدرنا نعرف إنه في نظارات شمسية بيقدر الإنسان يستعملها ويحمي حاله من أمراض السكري. الملك هاروم والأميرة سعاد، الملك هاروم والأميرة سعاد هي مسرحية رائعة تسلط عليها الأضواء آخر سنين. طبعاً هي من إنتاج وإخراج طاقم دوسات بإشراف أخصائية تغذية طبية وسيكولوجية أطفال. طبعاً طارت في المدارس، فهاي فرصة منعرف عنها. إحنا موجودين أي مدرسة تطلبها، فعالياتنا في المدارس موجودة اللي تغيير نمط الحياة لأكثر صحي. ممكن تطلبوها وانت بتحبوا، فعاليات رائعة الأولى من نوعها على مستوى قطري. فعاليات الأونلاين، الأونلاين عنا انطلق بقوة شديدة. أغلب مشتركاتنا صحيح من السعوديات، بس أنا بعرف إنه أنتوا ممكن كمان تشتركوا بالأونلاين مع قائداتنا الرائعة. أي حد بحب يتسجل للأونلاين ممكن يتصل على المكتب وهو في البيت، قائداتنا بتابعوه. فهي خدمة جديدة أطلقناها في 2019 وخدمة رائعة أخذت أوج رائع. تطبيق دوسات الرائع المجاني ممكن تنزلوه، وأهم شيء تعرفوا إنه الشركة قائمة على أساس علمي سيكولوجي مدروس. يعني أنا أخصائية تغذية طبية خريجة الجامعة العبرية، تعمل على طبعاً من ناحية مهنية إعطاء البرامج المدروسة حسب وزارة الصحة وتوصيات وزارة الصحة. البرامج أنا اللي بكتبها، التوصيات أنا وأخصائية التغذية ياسمين عثمان لقب ثاني في التغذية الطبية من جامعة النجاح، وأخصائية التغذية مآثر شلبي، وأخصائية التغذية أسماء طويلة دكتوراه من عمان. طبعاً إحنا لما بنألف المادة العلمية هاي المادة بتكون مدروسة موثوق منها، يعني مش كل مجموعة اليوم بتفتح بمحل وبعطوا برامج. هاي لازم تعرفوا إنه البرامج تابعة لدوسات من ناحية علمية مهنية مدروسة مراقبة. فهاي نقطة جداً مهمة إني أذكرها. وجدا مهم تعرفوا انه لما تروحوا على مجموعات عند قائدة قيادية اللي ما تمسك في ايدكم خطوة بخطوة عشان تنجحوا معها وتوصلكم لبر الامان، وظيفتها انها توصلكم لبر الامان وتنجحوا معنا بطريقة مهنية لا مثيل لها. احنا موجودين لدعمكم واحنا موجودين للتغيير، وشكرا للطاقم الرائع اللي هسه بلش الشغل.
أنا هيك بعتبر. على فكرة بس بدي أقول بالمزاح فعاليات المدارس غير إنه المسرحية اللي ذكرتها ماس، في عنا فعاليات اللي بتفوت عنا قائدات بفوتوا على المدارس بيقدموا فعاليات إفطار صحي لصفوف المدارس، ممكن يقدموا حلقة طبيخ طبخ صحي في صفوف، وإحنا عم نعملها في عدة مدارس وبشرفنا كمان نعملها كمان هنا في المدارس المنطقة سخنين عرابة دير حنا إلى بون، وأنت بتحبوا إحنا موجودات. بتمنى أكون بسطت كتير معنا اليوم، أنا يعني مش قادرة أتخيل قديش أنا فخورة بوجودكم معنا، قديش أنا فخورة ببناتي هؤلاء الحلوات الواقفات على المسرح اللي هن عن جد قدوة برفع راسي فيهن، هن قدوة للشركة، هن عمود الشركة. بتأمل إنه يكون في تجاوب وكل واحدة مبسوطة معنا تجيب عائلتها تجيب رفقاتها، لأنه مهم جدا إنه نعيش بحياة صحية.